في الاول كده انا عايز احكي لك قصه صغيره. القصه بتخص العالم ريتشارد فايمن. ريتشارد فايمن معروف هو عالم فيزياء واخد جائزه نوبل. كان مع مذيع في التلفزيون, فالمذيع بيسال فايمن بيقول له ايه اللي بيحصل بين قطعه المغناطيس والحديد. فايمن بص له كده وقال له رد هقول لك في اخر الحلقه, ولكن فايمن حكى له قصه بسيطه. دلوقتي لو احنا عندنا واحده في المنطقه اسمها ماني, ماني دي شفناها في مره كانت رجلها مكسوره, فأي شخص هيسأل هي رجلها كسرت ليه؟ فالإجابة بكل بساطة هتكون إن هي راحت على أرض كانت فيها جليد وقعت رجلها كسرت. أنت دي إجابة مرضية ليك. شخص الفضول هيسأل هو ليه الجليد زحلقها أساسا؟ عشان رجليها سيحت الجليد اللي كانت واقفة عليه فبقى سائل فتزحلقت. دي إجابة خلاص مرضية, بس الشخص الفضول هيقول له ليه الجليد تتحول لمية؟ عشان بكل بساطة عشان الحرارة بتخلي الجليد يتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة, فمن جليد هيبقى مية. فهتسأله طب ليه المادة دي بس هي اللي بتتحول؟ احنا مش هنخلص ولا ايه؟ المهم كل مرة انت ممكن تاخد سلسلة طويلة قوي من الاسئلة. فايمن قال له طرح الاسئلة في اغلب الاحيان بيبقى اهم من الاجابات ذات نفسها. وخير مثال على المقولة بتاعت ريتشارد فايمن دي هو العالم ستيفن هوكينج. نشر علماء الفيزياء والكوزمولوجي في التاريخ, ولكنه لم يحصل على جائزة نوبل. طب ليه؟ عشان بكل وساطة هو بارع جدا في طرح الاسئلة, ولكن مفيش اي اجابات للاسئلة اللي هو طرحها دي. لكن الاسئلة بتاعته بكل وساطة اسئلة عظيمة محدش كان بيسألها قبله. طبعا اجابات الاسئله بتاعته دي اجابات يعني المفروض تجاوب عليها بعد مئات السنين. هو عمل تقدم كبير بس بمجرد الاسئله. ومن هنا خلينا ناخدك على اساس تطور كل التكنولوجي والعلوم اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هي مبنيه على الساينتفك ميثود او المنهجيه العلميه. المنهجيه العلميه بتقول لك ايه؟ كل ما تسال اسئله صحيحه هتلاقي اجابات صحيحه. الاجابات الصحيحه هتاخدك للاسباب الصحيحه, والاسباب الصحيحه هي اللي هتدي لك المعرفه او الحل الاكيد للمشكله بتاعتك. ومن هنا عايز اقول لك حاجه تدعم النظريه اللي احنا بنقول فيها دلوقتي دي. أنا اخترعها واحد اسمه سايشي تيكودا, ده مخترع ياباني اللي هو ابنه بعد كده اسس شركه تويوتا. المهم الراجل ده كان عنده اسلوب كده ومثال, يعني كان دايما بيستخدمه ان انت تسال الاسئله بكثره والاسئله الصحيحه. فمثلا في المصنع بتاع العربيات في ايد روبوت وقفت ما بقتش شغاله, فهيسال الاسئله التاليه: ليه ايد الروبوت وقفت؟ يقول بكل بساطه عشان عليها حمل زايد. الحمل كان زايد عشان ما كانش متزيته كويس. طب ليه ما كانتش متزيته كويس او ما كانش فيها زيت كافي؟ عشان المضخه اللي متركبه ما ضختش زيت كفايه. ليه مضخه الزيت اللي متركبه ما ضختش زيت كفايه؟ عشان كان فيها انسداد. ليه كان فيها انسداد؟ عشان الفلتر ما كانش شغال. يبقى دلوقتي احنا خدنا السلسله من فوق لحد لما وصلنا للسبب الحقيقي للمشكله. الطريقه دي طريقه علميه بحته بتخليك تسال الاسئله الصحيحه عشان تحصل على الاجابات الصحيحة, عشان تمسك الأسباب الصحيحة. فالأسئلة شيء مهم أيا كان مجالك إيه. دايما تعود إنك تطرح أسئلة كتير, مش مهم تلاقي إجابة على طول, بس المهم إنك تطرح أسئلة. والهدف بتاع الكلام الكتير اللي انا بقوله لك ده هو انك ما تتوقفش عن طرح الاسئله. خليك فضولي لاقصى درجه خصوصا في مجالك. ولو الناس يعني قالوا لك انت بتتفلسف او بتسال كتير, لهم نفس الرد اللي قاله ريتشارد فايمن للمذيع في المقابله لما قال له انت بتتفلسف. لهم ايوه بتفلسف, والفلسفه هي اساس العلم اللي احنا عايشين فيه, وهي اساس التقدم والتكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دي كلها. حد قال لك الكلام اللي انت بتقول فيه ده فارغ؟ كبر دماغك ما تردش عليه. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.